في الحلقة الماضية تعرضنا بعضا من أسئلة السائل من الجزائر، وبقي له هذه الأسئلة. يقول فضيلة الشيخ في سؤال الأول: عندما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه شابا سأل عنه وقال له هل له حرفة أي عمل، فقيل له بأن عنده حرفة فترك، وعندما سأل هل له حرفة وعندما يقال له بأن هذا الشخص ليس له حرفة يسقط من عينيه. السؤال يقول: هل طلب العلم داخل في هذا القول مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، كان عمر رضي الله عنه يحرص أو يشجع الناس ويحثهم على طلب الرزق وينهاهم عن التكاسل والاتكالية، وأن يكون الإنسان عالة على الناس، وهذا هو ما جاء به ديننا، هذا هو ما جاء به ديننا من الحث على طلب الرزق الحلال والنهي عن الكسل، وأن يكون الإنسان عالة على الناس، فهذا أمر معلوم من الدين ومعلوم من فعل عمر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل والكسل، قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله يذهب إلى الجبل يأتي بالحزمة من الحطب يحللها ويبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس عطوه أو منعوه، والأحاديث في هذا كثير. وأما طلب العلم هذا ليس من الحرف، هذا من العبادة، طلب العلم عبادة من أفضل العبادات، طلب العلم الشرعي عبادة من أفضل العبادات، لأنه ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولأن به يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم عليه، ولأنه بذلك ينفع غير من المسلمين، نفعه متعدي. طلب العلم عبادة وهو أفضل أنواع العبادات التطوعية كما ذكر أهل العلم، وليس هو من الحرف إلا إن كان القصد تعلم المهن والحرف والصناعة، فهذا أمر مباح. تعلم الحرف والمهن والصناعة هذا من المباحات، بل هو قد يكون من المستحبات إذا قصد بذلك نفع نفسه ونفع المسلمين. نعم.